الصفقات الجديدة كلها اللي الناس هتتفرج عليها السنة دي حضرتك اللي اخترتها؟ كلها بدون استثناء. كلها؟ كلها. هل كان في أي تدخل ما عدا لعيب واحد بس؟ لا. ما عدا مين؟ ما عدا لعيب واحد مش شرط أقول اسمه، ما هو لعيب مش وحش يعني، ولكن أنا كان اعتراضي عليه بس إن عندنا كتير في المكان ده. إنما كل الصفقات، لكن هو فنيا كويس برضو يعني بغض النظر. لا، لعيب صغير في السن وهيجي ان شاء الله. انما هو كان اعتراضي بس ان في حد، ان في زحمه في الحته دي. بس انما بقيت الصفقات كلها، من اول واحد كان همام طارق، ثاني واحد كان بكيتي، مرورا بقى بابراهيم ابو اليزيد، بولي ومحمد حمدي زكي وابراهيم ابو اليزيد، تجديد لشلونجو، التجديد لدونجا، تجديد الاعاره بتاعتهم او تفعيل الاعاره البيع، محمد حمد زكي، انا مش عايز انسى حد بس من كل الصفقات، حتى اخر اتنين اللي هم جم، وفي مخلوف من الداخليه لعيب كويس قوي برضه، محمود عبد المنصف حارس الزمالك، حتى عبد المنصف وكاماتشو انا مكلمهم قبل ما امشي بيومين ومتفقين معاهم وكانوا هيجوا ويوقعوا، ولكن انا مشيت وهم جم بعد ما مشيت ووقعوا. يعني كلها كل الصفقات اختيارات حضرتك 100% ولا في اي تدخل من الدول؟ لا مفيش تدخل. كنت انا برضه عشان كلمة حق اتقال، كان انا ومعايا الكابتن محمد محسن ابو جريشه، راجل محترم جدا وبيشتغل بدون مقابل، كان في لجنه الاول اختارنا لعيبه من البطوله الافريقيه، اخترنا اكتر من لاعب،